مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولدنا تحت جناحنا. اليوم عندنا موضوع مهم هو الحساسية الغذائية، سي لي زاليرجي اليمونتير. تساؤلات بالمرات بسيطة والأجوبة تكون أبسط، ولكن وين نسيبوا هذه الأجوبة هذه؟ احنا حبينا من خلال هذه الحصة هذه مع أخصائيين نجاوبكم على بعض التساؤلات نتاعكم. سي تون اورجونس، دونك حاله استعجاليه اللي نشوفوها براتيكمون في كل يوم ولا في كل كي ندير مناوبات نشوفوها طول طون. دائما الاساتذه يسعوا باش يخلقوا ذاك الجو الهادئ اللي نقدروا نديروا المسار تاعنا الدراسي. حصتكم الاسبوعيه ولادنا تحت جناحنا تجيكم هذا الاسبوع بموضوع مهم هو موضوع الحساسية الغذائية. باغيكزوم بغيت تهضر معايا يقول لك أنا ما ناكلش هذه ديال الاليرجي، أنا ما ناكلش هذه، شو ماشي حاجة واحدة، ما ياكلش حوايج بزاف يديروا له الاليرجي. الدواء هو أنك لما تدير الأزمة الأولى لازم تردوا بالكم يا أولياء، ولكن هذيك المادة ما لازمش تزيدوا تناولوها، هذا هو يعني أحسن علاج. تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الإنترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا ولادنا تحت جناحنا صفحة الفيسبوك. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا. إضافة إلى برنامج عمو يزيد ولادنا تحت جناحنا، حصة جديدة تخص الأولياء تجيب على أسئلتكم مع أخصائيين في شتى المجالات في هذه الأوقات على الشروق العامة. مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.